مشاهدينا السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. كنتواجدوا معكم في لايف جديد من مدينة الدار البيضاء، بالضبط عين السبع. مع هاد السيده اللي كيف ما تشوف العنوان مرا وقادة، رغم كل هاد الظروف مازال متابره مع الراجل ديالها اللي مريض ومع وليداتها، وهي اللي خدامه عليهم كيف ما كتشوفوا، لانه الراجل مريض ما قادش. فبزاف ديال التفاصيل غتسمعوها من عند لالا. السلام عليكم لالا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا ودي انا خدامه انا في هذا البار، كاين احنا 17 عام وحنا هنا. دابا جات الشركه خاطو عطانا سيد العامل المويطرات، عندك المدخول قليل والمصرف قليل، وعندنا تريتا ريبوت لينا كما الناس كاملين. عطاونا استفاده، تسلفنا من البنك، خدينا منها 10 زادت علينا 25 باش ولات. واليوم ما تلقينا باش نلحقوها. دابا ديما كتهددنا البنك وديما كتصيفط لينا البراوات، عاد مهدنا بالافراغ، ما تلقينا باش نقيسوا داك البنكه، ما تلقينا باش نلحقوها. وعندي الراجل مريض كيداوي على المعده، عندي 5000 ريال في الشهر، هادي خاصها نحط عليه دواء. عنده هو داير عمليه على المعده، دابا المعده ديالو طايبه، ودابا ديما كيرد. دابا ديك 5000 ديما كنحط عليها باش تحبس عليها شويه الردان. ديما هو كيعاني من المعده ديما، وما كتلقاد لا على خدمه لا على والو. انا كنكافح داك القسم اللي جاب الله، نهار 16 100، نهار 17 100، نهار كاع المخير كندير ديك 100 درهم فيها المركوب. عدي 800 مركوب طاكسي، والمعيشه غاليه وكلشي غالي. ولقى الملزمان غلبنا الله اللي مطال. حنا خوتنا المحسنين اللي في طاقته شي حاجه باش يعاوننا، الله يرحم ليه الوالدين. حنا راه التريته تحاككنا فيها بزاف، وعادت البركه تهددنا. الله يدير بحال وليتو خدامين على ديك التريته باش ديك الدار ما تمشيش. دابا ديك التريته من تلقينا باش نلحقوها. دابا المشكل المعيشه، يلاه ولينا مكافيين معاها. واش كتدي كاع ديك 16 من 17، كيفاش غديري ليها؟ انت تتركبي تجي في طاكسي ب 400، تجي تمشي ب 400، اش غادي يبقى لك؟ اللي بقى غادي تقداي بين المعيشه مع وليداتك والما ودوركم. عارفين المصروف كلشي غالي، حنا ضعافة تحت سيدي ربي، والمصروف غلبنا والمعيشه غلات. الله يدير شي تاويل ديال الخير. حنا خوتا المحسنين اللي في طاقته شي حاجه بغا يتعاون معانا، الله يرحم ليه الوالدين. هذا اللي كنطلبوا منكم. حافظه الرقم ديال الهاتف ديال عندي التليفون اللي عندكم هو اللي كاين. صافي النمره ديال التليفون ديالها غتلقاوها في العنوان. نداء اخر الناس المحسنين اللي كيشاهدونا الان، كنطلبوا الله، الله يحفظكم والله يعاونكم الناس اللي كيشاهدونا. ونطلبوا الله، الله يوجد ليكم، والله يجعل سيدي ربي يكون معاكم، واللي شافينا بالرحمه الله يجعل ربي يعاونه. هو هذا الله يجعل ربي. اذا مشاهدينا كيف ما كتشوفوا لاله فاطمه محتاجه المحسنين اللي يعاونوها، خاصه رمضان جاي وكتكثر فيه المصاريف، والدار عندها يعني مهدده بالافراغ، لانه تريتا يعني تقالت عليها. شحال كتخلصي في تريتا؟ كنديرها 16000، واني تقالت عليا ما تلقيت باش نلحقها. والله من دابا مليون وكثر اللي تزاد عليا من الشهر ما لقيتش باش نلحقهم. اما دابا ما كاينش مدخل، الراجل واقف حدايا، الا ما ديش ديك البركه باش نعيشوا راك يعني انت اللي بحال كلشي. ولولي قدم لي برك ما كيخرج لا كل، خاصني انا اللي نكون به. انا اللي ما الله ما عطيتو ديك 400 ولا ديك ما يخرجش من الدار. انا كنقول لها ملي مهنيني ما كتجيب لي لا مشاكل لا والو، نحمد الله ونشكره. راه حنا عايشين تيدير الله ما دار. كنطلبوا الله والمحسنين خوتنا اللي في طاقته شي حاجه ويتساعد معانا، الله يرحم ليه الوالدين. الله يجعل سيدي ربي يكون عوينا وعوين المسلمين كاملين. اللهم امين. كنتمناو من هذا المنبر المحسن يتدخل في الحد ديال لاله فاطمه ويعاونها باش ما كان، لانها فعلا محتاجه المساعده. اذا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء. امين امين.